الثالث الله يبارك فيك يا شيخ. ملخص الدعاء القنوت إنه يكون بعد الركوع رفع اليدين بصوت عالي والصلاة على الرسول، أربع سنن في دعاء القنوت، صحيح؟ في أيوة، هنا أولا دعاء القنوت أنك أنت ترفع فيها اليدين، ملتصقتين، هذا هو كما وضح أهل العلم وشرحه الشيخ بن باز رحمه الله، ترفع فيها اليدين، ولك أن ترفع اليدين إما حذو المنكبين وإما أن ترفعهما عاليا حتى يرى بياض الإبطين، وإما أن ترفعهما مغطيا بها أمام العينين. كل هذه الصفات لرفع إيش؟ لرفع اليدين في الدعاء. هذه واحد، إذن هذا يستحب فيها رفع اليدين، فعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في حديث أنس، ثم أنك أنت تبدأ مباشرة تدخل في الدعاء، اللهم اهدني فيمن، أو اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق، ثم تختمه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا مسح فيه للوجه باليدين. إذن رفع أيدي والدعاء بصوت تسمع فيه نفسك إذا كنت في بيتك أو إذا كنت وحدك، وإن أسررت به فلا حرج، أما إذا كنت إماما فلا شك أنك أنت سترفع صوتك ليسمعك المأمومون ويؤمنون خلفك، وتختمه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه السنن، ولا مسح بعد ذلك للوجه باليدين، هذه السنن التي في دعاء القنوت.